هيتلعب بكره الساعه 6 على صاله الشهداء باهلي الجزيره، وقبليها على طول مرورات المرتبط تحت 18 سنه. ان شاء الله كده باذن الله بناتنا يشرفونا بكره، داخلين معسكر مهم جدا النهارده عشان مباراه بكره. تعالوا ناخد تقرير عن مباراه الاهلي وسبورتنج وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا المفروض عندنا دور الثمانيه ان شاء الله مع سبورتنج يوم 21 و25. احنا خلاص بدانا يعني نذاكرهم، بدانا نتفرج على ماتشات السنه اللي فاتت، وان شاء الله نلعب بالروح بتاعت نادي الاهلي وان شاء الله نكسب عشان نتاهل دولار اربعه ان شاء الله. كان في استعدادات خاصه لان المباريات اللي قبل كده ما كانتش جامده زي الماتش ده. سبورتنج فريق كويس جدا، فريق محترم، وده هيبقى اول ماتش لينا بتاع السيزون من اول السيزون، يعني ان هو يبقى ماتش كويس. كنت انا ونوره وسوريا ثلاثه من نادي الاهلي شاركوا مع منتخب مصر في 3-on-3، والحمد لله كسبنا خدنا بطوله افريقيا، واحنا كنا ثلاثه بس، المفروض كنا نبقى اربعه بس حظت ظروف والرابعه ما كانتش معانا. فده انجاز كبير قوي ان احنا لعبنا ثلاثه وعافرنا، لعبنا ست ماتشات ثلاثه بس. كان كل الفرق بتغير واحنا ما بنغيرش خالص، بنلعب 10 دقائق يلا 21 بوينت. فالحمد لله ان احنا وي فايت لحد الاخر يعني، وكسبنا يعني. بدنيا بعد الست ماتشات دي احنا فوق الفرقه كمان. بس لا بهزر، بس هو بينزل بالحمل دلوقتي عشان احنا عندنا ماتش يوم الخميس، هو لحد ما يقدر بينزل بالحمل، وبعد كده هنوقف الحمل عشان يوم الخميس ان شاء الله نبقى في التوب فور. انا اول مره اشارك في بطوله افريقيا مع الانديه، شاركت مع المنتخب، بس هتبقى اول مره في التاريخ ان احنا نشارك في بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، وان هي تبقى هنا في مصر. الاستعدادات كابتن، احنا معانا محترفه، المفروض كابتن علي هيجيب محترفه ثانيه، وبنستعد لها، واحنا مش بنفكر فيها دلوقتي لما انا عندي ماتش سبورتنج، بس اي نو ان هي هتبقى حاجه صعبه، بس هي حاجه كويسه جدا، وكلنا الصراحه اكسايتد جدا ان هنبقى موجودين وبنلعب وسط جمهور نادي الاهلي. بس هو اكيد نيجيريا، يعني الناس اللي هو في المنتخب، نيجيريا، سنغال، انجولا، بتهيألي الناس دي كلها الانديه بتاعتها كويسه. سبورتنج جاي لنا في دور الثمانيه في ماتشات المرتبط، فاحنا لازم نستعد جامد لان ده ماتش يا اللي هيكسب هو اللي هيكمل البطوله. وهو جه بدري بس احنا طبعا يعني كنا عارفين كده من بدري، فلازم نشوف ايه الويكنس بوينت والسترونج عشان نشتغل عليها. وكابتن علي طبعا بيتابع الفريق وعارف ايه الحاجات اللي لازم نشتغل علينا وناقصانا، وان شاء الله ربنا يوفقنا. احنا في البطوله اللي جينا منها 3-3، احنا الثلاثه بنلعب في الاهلي بقالنا كذا سنه، فكنا متعودين على اللعب بعض وعارفين امتى نتحرك وازاي نقطع وكده، وده طبعا من تمارين نادي الاهلي. والحمد لله كانت حاجه كويسه لينا في الثلاثه على ثلاثه عشان نكسبها ونحقق البطوله. كابتن علي حتى في التمرين دايما بيمرنا ازاي نلعب مع بعض وازاي نبقى فريق واحد، وده اللي ساعدنا جامد في 3-3 ان احنا نحصد البطوله الحمد لله. اولا احنا مركزين على ماتش سبورتنج الاول نخلصه، بعد كده نتجه ان احنا نجهز للبطوله الافريقيه، بس طبعا ده هدف لينا وكنا كلنا بنتمنى، ما حدش فينا لعب تقريبا افريقيه قبل كده، فكلنا بنتمنى ان احنا نعمل حاجه وانجاز جديد يدخل النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى مستعدين ليه. الحمد لله احنا كنا بنكسب السنه اللي فاتت واللي قبلها، بقالنا كذا مره كذا سنه يعني بنكسب الثلاث بطولات، السنه اللي فاتت بس وقع منا الكاس، فالحمد لله احنا مطمنين وواثقين في نفسنا. بلس بس المحترفين او دوري المحترفين اللي دخل السنه دي في البطوله، لازم نركز على المحترفين الكويسين في الفرق الثانيه، وهي دي تقريبا بس الصعوبات اللي ممكن تواجهنا، انه لو حد جايب محترفه كويسه او حاجه ازاي نقفل عليها عشان لعبها بيكون جديد وكده. بس لا الحمد لله يعني ما عندناش صعوبات السنه دي. زي ما شفنا ده التقرير من كره السله سيدات والحديث عن مباراه سبورتنج المهمه والمرتقبه بكره باذن الله في دوري المرتبط، مباراه بين الاثنين الاقوياء في دوري الكبار في دوري كره السله، لكن ان شاء الله الاهلي يعدي ويفوت لانه حامل لقب البطوله. البنات امبارح كنت بتفرج عليهم في الملعب مع كابتن علي هاشم في توليفه كبيره جدا، عندهم اصرار وعزيمه وروح مهمه جدا للمكسب مباراه بكره، لان مكسب مباراه بكره بيقربهم نسبه كبيره جدا من الفوز والرجوع والحفاظ على دوري المرتبط، وان شاء الله كمان كل الدعم ليهم لبطوله افريقيه ان شاء الله اللي هتقام كمان ثلاث اسابيع باذن الله. هيلعب الاهلي وهيلعب سبورتنج، لكن اكيد كلها من دعم نادي الاهلي في هذه البطوله.